مرة أخرى أعزائي مشاهدي قناة سي بي سي 2 ومعكم هلواء المعلق الرياضي محمود بكر وأحداث الشوط الثاني من لقاء النادي الأهلي مع نادي المقاولين العرب. انتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف. أنا ليا فكرة أضيفها على الأستاذ التحليل موسى يدان. النهاردة هو اللي فتح الثغرات وإدى الفرصة للي معاه الكرة يستلم ويسلم. هو كان النهاردة يوم الرجاء كان واقف ثابت، ان في هذا اللقاء كان بيتحرك تحرك عرضي، فاللي كان معاه كوره كان بيلاقي اكتر من لعيب يقدر يديله. بس طبعا الخطوره بتاعت النادي الاهلي تحتاج بقى ايه، يعني ان 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 علي ماهر هو اللي ينزل يجيب الجوان. ما هي محمد نجيب خرج ونزل وائل جمعه، يعني كان ايه الراجل ايه يعني ايه. هنشوف وائل جمعه هينزل وطلع محمد نجيب. وائل جمعه طبعا بيدي قوه لخط الظهر. لسه المقاولين ما عملش اي تغيير. هنشوف وائل جمعه جنب سعد سمير الشوط الثاني من لقاء الاهلي والمقاولين، وكيف النادي الاهلي سيصل الى مرمى المقاولين وكيف المقاولين سيصل الى مرمى النادي الاهلي. هو ده اللغز اللي في الشوط الاول اللي ما اتحلش، ولكن كان في سيطره للنادي الاهلي 70% 70 الى 30. هنشوف ادي احمد فتحي والكره العرضيه ويطلعها محمود عزت، عامل ماتش كويس الولد ده على فكره. وتتلعب الكره تنزل عن شديد قناوي وعلى طول لموسى يدان، انما خلاص اتقفلت، بيقفلها على محمد فاروق اللي جه ناحيه اليمين ان هو اهو، ومحمد رزق اللي راح ناحيه الشمال. تتلعب رميه التماس وللنادي الاهلي وقالشه كده من موسى يدان. هنشوف فكر محمد يوسف عشان يقدر يخترق دفاع نادي المقاولين، وهنشوف فكر رضوان عشان يخترق دفاع الاهلي، والاثنين ما عندهمش راس حربه بصراحه. يعني محمد فضل واقف لوحده في وسط اثنين، واحمد رؤوف واقف لوحده في وسط 500، والاجنحه بتاعه النادي الاهلي والاجنحه بتاعه المقاولين العرب اللي هم الخطر مرمين على الاطراف. هنشوف يبقى مين اللي هيجيب جوان، ما اعرفش. هنشوف بقى، مفيش اختراقات كمان من نص الملعب، لا من النادي الاهلي بيخترق من العمق ولا من نادي مقاولين العرب بيخترق من العمق عشان يعوض فرشحه الفرقه، وبدون اي حد في عمق الدفاع بتاع النادي الاهلي او المقاولين. عموما دقيقه ونص من الشوط الثاني والتعادل بدون اهداف، ووائل جمعه نزل مكان محمد نجيب. اعتقد ان محمد كان مصاب وكان بان جدا في الكوره اللي طلعت من رجله، وبالتالي على طول محمد يوسف يعني حس بالخطر وقال لك المباراه مش مستحمله، نزل وائل جمعه جنب سعد سمير. تتلعب الكوره عند شديد اللي عامل ماتش كويس صراحه، وعاملين عليه عامل شغل كويس من جنب الشمال. ادي سعد سمير يسلم على طول وترجع له الكوره مره ثانيه من احمد فتحي، تروح الكوره هناك عن رامي لاحمد لرامي مره ثانيه، وعلى طول يدوس على الكوره. ده مين ده؟ وفاول وضربه حره مباشره للمقاولين العرب ضد محمد فاروق. ادي اهو الكوره وفاول على رامي وضربة حرة مباشرة للمقاولين العرب. تتلعب الكورة وماشي علي فتحي، انما مغطي سعد، وفاول تاني على يعني حسام عاشور، وضربة حرة مباشرة للمقاولين العرب. اهو بص حضراتكم ضد علي فتحي اللي شاط القنبلة اللي طلعها شريف اكرامي في الشوط الاول. ضربة حرة مباشرة للمقاولين، وشريف اكرامي يعني بيصحصحهم، وضربة حرة مباشرة للمقاولين العرب. هيترفع ولا هيشوط؟ طبعا صعب تشوط من هنا، يبقى هتترفع. ضربة حرة مباشرة للمقاولين، ومحمد رزق يلعبها تتقطع، يقطعها على طول مانجا وتروح مرة تانية لرزق، وترقيصة بلعبة والعرضية، انما اكرامي يطير بس كانت طلعت بره، وتبقى ضربة مرمى لنادي الاهلي. طبعا بيغششني بدوي سعد، بيقول لي محمد نجيب طلع
عشان عنده شد عضلي. وانا وضحت لانه قلت في التمريره اللي هو عملها كان في 100% شكله مش طبيعي، وبالتالي هو اشتكى، وبالتالي طلعوا محمد يوسف ده بناء على مراسل هناك مدحت السيد. تتلعب الكوره وتنزل نص الملعب عند محمد خلف، وبدا المقاولين نشوفه في تلت ملعب نادي الاهلي. السؤال اللي في اول ثلاث دقايق هنعمل زي عماد اديب، يعني راجل كبير قوي في برنامجه كبير قوي بهدوء. يعني السؤال، يعني هو دايما كده يقولك السؤال، انا برضه بقول السؤال في الشوط الثاني، هل اللياقه بدنيه لنادي الاهلي يعني هتستمر بالقوه بتاعه الشوط الاول، ولا المقاولين هو اللي هيبدا لياقته بدنيه يعني تفور في الشوط الثاني؟ هنشوف. وبدا النادي الاهلي يرجع في نص ملعبه على عكس الشوط الاول خالص، وبدا المقاولين هو اللي يبقى في عمق دفاعات نادي الاهلي، وادي محمد فاروق وصفاره ورمي التماس للنادي الاهلي. رمي التماس للنادي الاهلي بناء على اشاره سعد سمير والله زمان طبعا، وتتلعب رمية التماس، والمقاولين اصبح في نص ملعب النادي الاهلي لاول مره في المباراه بالكثافه دي تتلعب الكوره. ممكن يكون خطر على المقاولين في كوره زي كده، بس مين اللي هيفتح سبرينت؟ ما حدش النادي الاهلي بيفتح سبرينت غير تيجانا، يلم تيجانا ويلعبها اماميه تنزل في نص ملعب حسام عاشور. حسام عاشور على طول لمانجا اللي دخل في نص الملعب ويلعبها لوائل جمعه. وائل جمعه على طول اماميه هناك، تاني رؤوف، انما تنزل الكوره وياخدها رؤوف ويديها لموسى يدان. قفل المقاولين ب 500 اصفر، وبالتالي تروح الكوره ناحيه نص الملعب مره ثانيه، وعلى طول مانجا يفتح اللعب عند رامي، يلم رامي ويغمزها كده لاحمد فتحي، يلم احمد فتحي، الله لو شالها على طول، انما نشن في رجل الراجل ورجعت له، لا نشن في علي فتحي وقال ليه محمد فاروق وفاول وصفاره وضربه حره مباشره للمقاولين العرب. بدا النادي الاهلي يشغل الطرف اليمين شويه اللي فيه محمد فاروق وعلي فتحي عن طريق رامي واحمد فتحي، وفاول وضربه حره مباشره لنادي المقاولين. ادي علي فتحي اللي عمل كوره حلوه قوي واللي طار عليها شريف اكرامي احلى في الشوط الاول، دي كانت الكره الخطر الوحيده للمقاولين العرب. 6 دقائق و20 ثانية من الشوط الثاني، والتعادل بدون اهداف، وضربه حره مباشره للمقاولين. حسن شاهين يلعبها على طول، تعدي الكوره من رامي ويطلع اكرامي على طول ويمسك اكرامي اماميه، تعدي تروح لعلي فتحي، طلع عاشور، يلا عاشور على ويتشد، انما واخد الفرصه علي فتحي يلعبها بومبا ترجع له مره ثانيه وفاول. فاولات النادي الاهلي كتير قوي النهارده، بيستخلص الكرات، دليل على ان يعني في نوع من الجديه زاد على اللزوم. والسؤال برضو، هل اللياقه البدنيه هتستمر مع النادي الاهلي ولا ياخدها منه مقاولين العرب؟ في تغيير باين، مخرج هناك مش بيقول لنا حاجه، انا سامع صوت المذيع الاستاذ، يا ريت تسالونا المراسل بتاعنا مدحت في حد نزل ولا طلع. اهو ده في واحد طالع، مين ده اللي طالع غضبان؟ محمد رزق طلع غضبان ونزل محمد سالم. اول تغيير للمقاولين محمد سالم في الشوط الثاني، يبقى تغيير للنادي الاهلي وتغيير للمقاولين العرب. طلع محمد رزق ونزل محمد سالم. هنشوف محمد سالم ده اكيد هيضم جنب محمد فضل، هيلعب باثنين راس حربه. هنشوف رضوان في الشوط الثاني والتغيير اللي عمله. انا شايف ان سالم هنشوف موقعه وموطنه الاصل ايه في الملعب. وادي عدى الراجل وبيجرم وفضل يغمزها، غمزها وخدها وماشي فضل معاه وائل جمعه، بيقول لهم خلي بالكم من ورا، ويلعبها اماميه هناك، انما في كره فاول 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 على اهو، بقول لحضراتكم يبقى هيلعب اتنين راس حربه، يبقى محمد سالم هيلعب مع محمد فضل
بالشوط الثاني باثنين راس حربة. رضوان هيطلع باثنين راس حربة لانه شاف نفسه فاتح ملعبه وبالتالي مفيش اي خطوره. رمى محمد سالم يضم مع محمد فضل اللي عمل فاول، خطفت الكوره مره ثانيه وهجمه للمقاولين من ناحيه الشمال. علي فتحي يلم ويرجع الكوره ورا في نص الملعب وبدا المقاولين يسيطر سيطره النادي الاهلي في الشوط الاول في الثمان دقائق اللي اتلعبت ديت. وهنشوف اللقاء هيبقى ايه بالظبط. رمي التماس للمقاولين العرب اللي عمل زي اتنين ملاكمين. اما نشوف الاول بس الكوره دي هتبقى ايه، وتعدي كوره على طول ياخدها نادي اهلي وتنزل لموسى يدان. موسى يدان على طول اماميه في مساحه فاضيه حلوه قوي 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 لعبد الله السعيد، يلف وسطه ويلعبها لاحمد فتحي. احمد فتحي اتظلم النهارده، لا طال باك ولا طال هاف، وتتلعب الكوره ويمشي عبد الله، يمشي عبد الله وبيتمطع ويشوط وضربه مرمى للمقاولين العرب. النهارده طبعا احمد فتحي إذا أنت لعبت في نص الملعب يكون واجبه الدفاعي 70% و30 هجومي. النهارده يعني ما بانش ولا دي ولا دي، فالنادي الأهلي فقد أحمد فتحي في نص الملعب. هل يرجع أحمد فتحي في مكانه رامي يخش نص الملعب؟ رامي عنده برضه حساسية أفضل في نص الملعب من أحمد فتحي، ده اللي هنشوف بعد لما المقاولين العرب بدأ يخترق يعني النادي الأهلي من الطرف اليمين. عاشور على طول احمد فتحي في الحته المحببه بتاعته ويمشي ويلم ويلعب عرضيه. فين عمر جمال؟ مفيش عمر جمال. بتلعب الكوره باسم علي يغطي تغطيه حلوه قوي، وعيب النادي الاهلي انه بينتظر الكوره، لو بيروحوا يجروا بعد الكوره ما تترفع كل لعيبه النادي الاهلي قدام. اما عمرو انا عامل لك شهره قوي بس انت تستحقها يا عمرو، هو الراجل بيروح ويطلع. الله، فاكرين مباراة الزمالك لما حارس مرمى الجيش كل شويه يقع؟ انما الراجل ده الصراحه مش 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 متماري، شكله كده اهوت الصراحه، جون كويس وان شاء الله يقوم سليم. لغايه لما يقوم حسن شاهين حارس مرمى المقاولين العرب، نقدر نقول بقى كل سنه طيبين والاخوه الاخبار يعني طيبين. شم النسيم وشواطئ اسكندريه بتستعد، وامن اسكندريه بيستعد، والمحافظ كمان بيستعد، الدنيا كلها في اسكندريه بتستعد. يعني هتبقى زحمه كالعاده، اول مره من كذا سنه الناس تحس كده في امن وامان. وبداوا ينزلوا مدير الامن امين عز الدين ولواء نصر العبد واللواء الصفا القاضي مع اللواء مهدي طارق مهدي محافظ، عاملين شغل جامد قوي، بينزلوا في الشوارع كده وحاجات كده حتى مع البياع، وعاملين يعني محافظ عامل رصف. انما بقول له يا سياده المحافظ روح شوف الرصف بيتعمل ازاي لانه مش مظبوط، وبعدين روح زور مدخل اسكندريه، المقاول هناك مبوظ الدنيا، حاره الارض 60 كيلو وسابها شغال ببطء زيد جدا، لازم عاوز فلوس. نشوف ماتشنا والاهلي صحصح مره ثانيه وتصويبه بقلشه، ياخدها نادي المقاولين العرب وعلى طول تروح ناحيه الشمال في نص ملعب عند سوستا، تروح مره ثانيه في واحد واقع على الارض، هنشوف من مين، وين المقاولين العرب ده؟ مين ده، فضل ولا مين؟ يعني هنشوف. رضوان اهو وزمزم ده كان باك جامد قوي زمزم، ورضوان طبعا يعني كان في كده يا فيلم عن المقاولين العرب في عزه. ده محمد سوسته اللي كان واقع ده، ان شاء الله هيقوم سليم. محمد سوسته اهو لف على وهو قاعد الظهر يعني، هو جت في صدر الكوره، اه هيقوم سليم ان شاء الله. محمد سوسته هيقوم اهو، قام اهو، و12 دقيقه من زمن الشوط الثاني اللي هبط اداؤه شويه، والتعادل بدون اهداف، ومحمد يوسف بيفكر، وطارق سليمان بيبص في ساعته لسه بدري قوي، وضربه حره مباشره تقريبا او اسقاط، هنشوف هيحسبها ايه محمد فاروق حكم اللقاء. في محمد فاروق حكم وفي محمد فاروق لاعب نادي المقاولين. بتتلعب الكوره وصفاره ومحاسبها فاول لسعد سمير، هو فعلا فاول خبره محمد فضل على سعد، انما محمد فاروق صاحي حكم اللقاء، وضربه حره مباشره هيلعبها شريف اكرامي. شريف اكرامي يلعب الكره على حدود المنطقه على طول، تقلش بزقه، هل هيصفر؟ حط ايده في الصفاره وشالها، راحت لموسى يدان وعلى طول شديد عرضيه. الله يا مانجا، الله يا مانجا، شفتوا بقى زي ما كان الكابتن سمير بيقول الكرات العرضيه ما فيش، عاوزين ايه اكتر من كده؟
كرات بالزوفة هيندم عليها النادي الاهلي. تتلعب الكوره وتروح على طول لمحمد خلف، يلعبها تنزل تروح لعاشور. الاهلي صحصح مره ثانيه وبدا يبقى في عنده هجوم، انما علي فتحي يلعبها هناك ناحيه الحته المحببه مره ثانيه عند محمد فاروق، انما الاهلي قابض على الحته دي لمحمد فتحي ورامي وبيغطي معاهم سعد سمير. والنادي الاهلي راجع لشبابه مره ثانيه في الشوط الثاني بعد حوالي 9 دقائق. بدا الاهلي يعود مره اخرى الى السيطره الميدانيه والى الضغط والى يعني اما المقاولين فالعشر دقائق الاولانيه كانوا يعني فيهم شيء من النحرره انما بلا خطوره. فاول وحته كده تشجيعه لمحمد فاروق من محمد سوستا وضربه حره مباشره للمقاولين تزحلق الكره كده، طبعا هو قصدها وتروح لشريف اكرم. لازال المقاولين العرب بلا انياب ولازال النادي الاهلي بلا انياب، ومباراه بلا انياب يبقى نتيجتها ايه؟ التعادل بدون اهداف. تتلعب الكوره وتنزل لحسام عاشور، وحسام عاشور لاحمد شديد، احمد شديد على طول لموسى يدان. يبدو ان هو سمع ايمن يونس وهو غضبان، الولد ده ما يمشيش من هنا اهو راجع يا عمي. وهنشوف موسى يدان لما رجع الى موطنه الاصلي ودخل المانجا في نص الملعب وفاول وضربه حره مباشره للنادي الاهلي. تتلعب على طول وتنزل الكره لمانجا اللي بدا يخش في نص الملعب وهو اللي هيبقى يتقدم من الخلف للامام، ويا دوبك وائل جمعه لعب كده لعبه علي جمعه لانه يا دوبك طالها يعني الله يكون في عونه يرجعها لشريف اكرام. الراجل ده بيظلم نفسه ولكن راجل من الرجاله اللي هتتكتب اسمها في التاريخ كمدافع يعني جاب للنادي الاهلي بطولات وبطولات علاوه على اخلاقه وكلام كده. تيجاني شمس الدين اماميه يطلع وائل ويكمل سعد سمير. مانجا يلعبها اماميه يروح عليها عادل يرجعها ورا لعزت وعزت لشاهين، وشاهين على طول اماميه هناك عند وائل بدماغه وائل جمعه وتنزل الكوره وفي فاول وضربه حره مباشره على احمد فتحي. ربع ساعه من زمن الشوط الثاني والتعادل بدون اهداف هو عنوان هذا اللقاء. وهبطت النواحي الفنيه ولكن في نشاط بعصبيه. احمد فتحي ماشي ترقص علي فتحي ترقيصه كده وتتلعب الكوره بالعرض، انما ما فيش يقطع على طول باسم علي وتنزل في نص الملعب وتروح حلو قوي. لو شال بقى ولو شال يا عم انما تطلع الكوره بره. بتبص فين؟ الكوره جايه والكوره مقشره وبطن رجلك او وش رجلك تعلقها اهو، تجيب ضربه ركنيه لا تروح الكوره صح جدا. وبيقول والله ما لمستني لعلي فتحي وصدقه محمد فاروق وهي ما لمستوش فعلا، وضربه مرمى للمقاولين العرب. شاهين حارس مرمى المقاولين وتتلعب ضربه المرمى وبخبره كده وائل جمعه يردها ونص الملعب بدا يبقى اصفر. تروح الكره لعادل وفاول وضربه حره مباشره على احمد فتحي اللي بدا اعصابه تفلت وعاوز ابق كده من محمد يوسف اهدى لان المباراه لسه بدري قوي 16 دقيقه. وادي فاول على محمد سوستا وتتلعب الكره على طول والمقاولين في نص الملعب بقى هو الافضل. وفاول ايه تاني؟ انما اداهم الفرصه قضاء وقدر، كان راح يدي يزعق لحسام عاشور وحتى انت كمان يا بروتس بتتكلم. وضربه حره مباشره للنادي الاهلي. على محمد يوسف انه يقوم ويبدا يظبط لعبته مره ثانيه وخليهم يهتموا بالكوره بدون كلام، مباراه لسه بدري قوي عليها. وفاول وضربة حرة مباشرة للنادي الأهلي. ده فاصل فاولات، مخرج مباراة هناك بيوري ان مباراة فيها التحامات كتيرة وفاولات كتيرة. وقلشة من عزت يلحقوا تيجاني وتنزل الكرة في نص الملعب عند حسام عاشور، تتلم الكرة وداخلة وكان هيصفر راح قال لك يلا ماشي. تروح الكرة لجديد لعب ماتش كويس قوي على فكرة، تروح الكرة لموسى يدان يلم موسى ويلعبها على حدود المنطقه لمانجا ومانجا ومانجا تروح لموسى. عم فين عبد الله اللي نفسه تبقى هنا؟ يفتح اللعب عاشور لاحمد فتحي اللي خد مكان الطبيعي بتاعه، يلعبها وحش قوي بس هو بيرفع يعني مش هو. تتلعب الكوره ولما راح احمد فتحي ناحيه اليمين بدا ياخد عدلته
وبدا يبقى ايه، يبقى مصدر خطوره. سعد مع فضل، وفضل ياخدها بخبرته ويحضن ويلعبها حلو قوي. هل هيعمل ايه؟ اوه ما بصش، ما بصش في اول هجمه فيها شغل من سالم، ما بصش ولعب الكوره لسعد سمير. المباراه معلقه، وفي اي لحظه واحد من الاثنين يحط هدف التاني، في اي لحظه مين اللي هيبقى ليه انياب، ده اللي هنشوفه. شفت الكعب القضاء والقدر ده؟ انما كانت هتيجي مع رؤوف، وكان ايه هيكفر الدنيا عن الفتره اللي فاتت. حظ وحش قوي، هي جت بص حضراتكم اهو حته خطيب، انما الخطيب كان بيكمل، وضربه ركنيه لنادي الاهلي، ضربه ركنيه للنادي الاهلي، و19 دقيقه من زمن الشوط الثاني، والتعادل بدون اهداف، وموسى يدان، وضربه ركنيه للنادي الاهلي. في تغيير ولا ايه؟ ولا في كلام؟ محمد فاروق كده بياخد نفسه لانه جرى جري النهارده، فبيستغل الحته دي وياخد نفسه. وضربه ركنيه للنادي الاهلي وموسى يدان. هل الاهداف تيجي من كرات ثابته؟ هنشوف. موسى يدان ويلف الكوره، ووائل جمعه تتزحلق من على دماغه، وتبقى ضربه مرمى للمقاولين العرب. المهندس خالد وزير الشباب والرياضه، يعني ما الكره تقف لان المباراه مش مستحمله الخروج عنها، وفاول تقريبا، انما الراجل ما فيش، وفاول قال فيه، وضربه حره مباشره للمقاولين العرب. ضربه حره مباشره للمقاولين العرب، وبدا يعني زي الملاكمين اللي بيرموا نفسهم على بعض من كتر المجهود، ولكن ما فيش حاجه بتوصل للوش من الاثنين غير واحده بس لعبها علي فتحي وطيرها شريف اكرامي في الشوط الاول، وفاول اهو تتلعب على طول وتنزل لوائل جمعه وتتلعب عند موسى يدان. نص الملعب بقى اصفر، نص الملعب بقى اصفر. ادي على طول محمد خلف يرجع الكوره لحسن شاهين، شاهين على طول، الله يمسيك بالخير كابتن شاهين، حارس مرمى نادي الزمالك في الستينيات، وكان يعني عظيم ربنا يشفيه. وضربه حره مباشره للنادي الاهلي. تتلعب الكوره حسام عاشور، تنزل في نص ملعب لمانجا، احمد فتحي، رامي ربيعه، تيجانا، وضربه ركنيه للنادي الاهلي. بتلعب للنادي الاهلي من الكرات الثابته، هل هيستغلها الاهلي ولا لا؟ 21 دقيقة من زمن الشوط الثاني، التعادل بدون أهداف، وضربات ركنية قضاء وقدر بتيجي للأهلي، هل هيستغلها ولا لأ؟ وأحمد فتحي وضربة ركنية للنادي الأهلي. أحمد فتحي يلف كرة حلوة قوي، إنما ما حدش بيطلع، اللي طلع محمد فاروق، تنزل لموسى، لوائل جمعة، عاوزين عبد الله هنا، عبد الله عاوز يتلم عليها، اتقفلت عليه، يلعبها يطلعها محمود عزت، تنزل الكرة قدام بره الملعب قوي. لم يتماس للنادي الاهلي اللي صحصح مره ثانيه وانكمش المقاولين، واحمد شديد قناوي ورامي التماس. المقاولين 8 مرات يتعادل، يعني دي اللي باخره في عدد النقاط اللي هي 23. تتلعب الكوره لشديد، يلم شديد، عمل كل حاجه صراحه الراجل النهارده كتر خيره. وادي رؤوف اللي راجع في نص الملعب عشان يلم ما يلاقيهاش، وتتلعب الكوره ويخش وفاول، وضربه حره مباشره لحسام عاشور، ظابط ايقاع نص الملعب دفاعيا. ضربه حره مباشره للنادي الاهلي. واداء النادي الاهلي في الشوط الاول افضل من ناحيه الاختراقات ومن ناحيه الوصول، ولكن في الشوط الثاني هيحاول وبيحاول، وعلى طول تتلعب الكوره لرامي، يلم رامي ويلعبها بالعرض الله، انما محمود عزت يطلعها الاثنين سترافات شايلين كرات كتير جدا. عزت وتيجاني تتلعب الكره لشديد هيلحقها، يلحقها تخبط، وموسى يدان، وضربه ركنيه. الاهلي ضاغط بقاله دقيقتين ثلاثه، وحيله هو جه على طول لتقريبا محمد خلف، ودخل جوه، طلع بره الملعب، يبقى الكره هتتلعب وهو مش واخد باله، فهيتشقلب يخش جوه تاني ولا ايه؟ ده اللي هنشوفه. ضربه ركنيه وكلام كده، مخرج المباراه هناك بيقول لنا اعصابه ساب الكوره، وكانت هجمه تطول منه، وضربه ركنيه تانية، ضربات ركنيه متلاحقه، وطلعها محمد فاروق، والمقاولين ضرب لخمه بقاله دقيقتين ثلاثه، والاهلي مش بيستغل الضربات الركنيه، وعبد الله السعيد لازم يقف على حدود المنطقه عشان يصطاد الكرات الساقطه، وطلع محمد خلف بره يتعالج،
وضربه ركنيه واحمد فتحي وضربه ركنيه للنادي الاهلي يلفها حلوه قوي 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 يا احمد رؤوف كان هيكفر عن الدنيا وليك حق تبتسم وتجز على اسنانك وتكذبني انما يعني ايه سوء الحظ ده ايه سوء الحظ ده في الكورتين سوء الحظ في الكورتين احمد رؤوف بتاع زمان يضرب الكرة تخبط في العارضة وترد عشان يبقى سيء الحظ وتضيع من النادي الاهلي احلى فرصة في الدقيقة 23 من حظ لرضوان وسوء حظ لرؤوف والنادي الاهلي ومحمد يوسف عاوز يشد الشعر وما راح قاعد وصفر صفر وكرة حلوة قوي لرؤوف اللي بدأ يتذكر الكرات العرضية والتعادل بدون اهداف كرة حلوة قوي 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 خدها من تحت لفوق شومة وردت له انما هنا بقى التوفيق والحظ والدنيا كلها قول زي ما انت عاوز. واقع حسن شاهين على الارض من الخضة اللي فاتت وان شاء الله يقوم سليم وادي الكابتن طاهر واستاذ عبد الوهاب وواضح عليهم الاثنين طاهر بيقول لك انا لو لعبت ببدلتي ممكن اجيب اه والله ده كان ايه حكاية رخا. وادي جنودنا البواسل اللي في فتره ترفيه اللي الناس تقول لك لا مش عاوزينهم في الملعب مش عاوزينهم فين يا عم زهران بيسخن ونشوف مين اللي هيلعب زهران مين اللي هيطلع وبيتعالج حسن شاهين هيطلع نزل احمد زهران طب مين يا عم اللي هيطلع نزل احمد زهران ده في نص الملعب ده مكان خلف مكان خلف احمد زهران ده راجل في نص الملعب لعيب كويس قوي بيقوم بنفس المهمة بتاعت محمد خلف. ادي زهران اهو اللي نزل مكان خلف اللي اصيب ويبقى في تغييرين لمقاولين سالم اللي نزل ما لقيناهوش الا في كرة واحدة مكان ومكان محمد رزق واحمد زهران مكان محمد خلف اللي مصاب ووائل جمعة نزل مكان محمد نجيب ده التغيير بتاع الاهلي وبتاع المقاولين. 25 دقيقة من زمن الشوط الثاني ولا زال التعادل قائم بدون اهداف ولا زال نادي سموحه مبسوط كده بتلك النتيجة وهنشوف ايه الحكاية تتلعب الكورة وبرضه الاتحاد مبسوط عشان كله عاوز يتفرمل النادي الاهلي ويقربوا من بعض وهنشوف المقاصة كان ممكن بس بعيدة ناقص لها اربع مباريات بس وضربة ركنية تانية شفتوا بقى لما احمد فتحي راح في العدلة بتاعته الشوط الاول انا قلت لكم ده مظلوم الراجل ده لما راح في حتته خلاص حافظها سيد حمدي مين اللي خارج مانجا مانجا خرج خلاص راح اوانه وطلع مانجا ونزل هنشوف سيد حمدي سيد حمدي يلعب اتنين راس حربة وضربة ركنية الاهلي واتنين راس حربة واحمد فتحي وضربة ركنية يلف الكرة حلو قوي بيلفها النهاردة حلو قوي الصراحة يعني يبقى نزل سيد حمدي وطلع مانجا والتعادل بدون اهداف وتنزل الكرة وعلى طول ترجع كده ليه شريف اكرام يلمها اللعبة تفركش وبقى اجتهادي ومفيش ايه المهارة الفردية هي اللي هتخلص في الحبة دولي المهارة الفردية هي اللي هتخلص هل مهارة عبد الله ولا مهارة مين هتخلص؟ على طول شديد يلم عاوز يعمل هاته خد مع موسى يدان راح لموسى انما جارين ورا موسى واقول لكم متنفس موسى تتلعب الكوره في نص الملعب على طول تخبط وترجع وتنزل وياخدها المقاولين العرب وتنزل الكوره ياخدها حسام عاشور وتروح لرامي رامي ربيعه يلعب الناحيه الثانيه هناك تعدي لموسى يدان ثلاثه احمر مستنيينه ثلاثة أحمر يستنينه لسه الكرة فيها خطورة لسه الكرة فيها خطورة بتعلى من رؤوف وتنزل لسيد حمدي لعيب شراب على فكرة لعيب شراب بس ما لبستش في وش رجله وضربة ركنية وضربة ركنية ده رؤوف رؤوف لفاها حلو قوي وبدأت نفسه تتفتح و27 دقيقة من زمن الشوط الثاني والنادي الأهلي بدأ يخربش وهنشوف نتيجة خربشته ايه لان المقاولين العرب ما عندوش انياب خالص لغاية دلوقتي خالص خالص وضربة ركنية للنادي الاهلي ضربة ركنية للنادي الاهلي تتلعب على طول حلوة انما يطلعها
محمد عادل وتنزل لموسى بيلف الكور زي الفل، انما ضربه ركنيه ثانيه للنادي الاهلي، ضربات ركنيه للنادي الاهلي متلاحقه وبيطلعها محمد سوسته ومحمود عزت وتيجاني شمس الدين عاملين مباراه كبيره قوي من الكرات العرضيه دي، وبدا احمد رؤوف ينطق نزل له سيد حمدي ينطقه وادي عبد الله والكره الحلوه وتنزل الكوره انما ما تلاقيش حد تروح لعبد الله مره ثانيه، ما فيهاش حاجه ابدا تروح في كوره مره ثانيه مين وائل جمعه بتاع زمان، وائل جمعه لو وطى دقنه كان هدف، انما وائل جمعه كاد يحرز هدف في الدقيقه 28 من زمن الشوط الثاني، ولا زال النادي الاهلي ضاغط وانكمش المقاولين وضاعت يعني فرص من النادي الاهلي زي ما حضرتك شايفين كده، والعارضه شالت كوره لرؤوف وشالت الحظ شال ضربه راس تكمله لكره العارضه، والنادي الاهلي نقدر نقول في الشوط الثاني افضل من الشوط الاول من ناحيه الفرص اللي هو استغلها، ولكن الكوره جوان. اتفضل كابتن لطيف علمنا كده الله يرحمه، كوره جوان تنزل الكوره لوهجمه للمقاولين و تتقطع كرة وتنزل على طول عزت يعليها وتجاني يلعبها وعلي فتحي يعليها، وبدأ المقاولين ما عندوش ضبط نفس وضبط الكرة في نص الملعب، بدأ هو اللي يشلط والأهلي هو اللي بيقسم عليه في الشوط الثاني، وبدأ فقط توازنه المقاولين في الشوط الثاني ويمكن في الشوط الأول كمان، لأنه في الشوط الأول كان بيحل على النادي الأهلي برضه، ونادي الأهلي كنا نظن إن اللياقة هتنزل، إنما بالعكس بدأ نزلت أول 10 دقايق اللي بدأ المقاولين يمسك فيها كورة، ثم بدأ مع مرور الوقت يسيطر النادي الأهلي مرة أخرى ونص ساعة من زمن الشوط الثاني، والتعادل بدون أهداف لا زال قائما حتى الآن. حسن شاهين على طول سعد سمير تنزل في نص الملعب جايرو على طول موسى عيدان، موسى عيدان لعبد الله، عبد الله عاوز يتلم عاوز يتلم عاوز يتلم اتلم كده نص لما، انما حسن شاهين خد الخطوتين بتاع حارس الرجاء، بس الكره لحسن حظه جت على الارض، انما لو علقت كان عم شاهين راحت من فوقيه، انما شاهين مشروع حارس مرمى كويس وشكله كويس وطوله كويس وشوقي غريب على فكره، يعني 21 سنه شوقي غريب وحسام البدري عندهم تقاوي حلو قوي ممكن جدا، بس التقاوي لازم مباريات كتيره عشان يعني يعملوا منتخبات كويسه. مره ثانيه عبد الله وتنزل الكوره، الكوره بتحرجم على المقاولين تخبط وتروح هيقلش ما قلش باسم علي، وتنزل المباراة أصبحت الأهلي ضاغط ولكن بدون تركيز، والمقاولين اتفركش وبيلعب بلا تركيز، تركيزه فقط إن ما يخشش فيا هدف. حسام عاشور وسفارة و لاعب تيجانا واقع على الارض، ده المفروض بقى ان الكبار هو اللي يجي لهم العضلات، انما النادي الاهلي كده نرفع القبعه لمخطط الاحمال بتاعه ما اعرفش اسمه ايه الصراحه، ان هو حاطط النادي الاهلي بهذه اللياقه، وبالتالي ارفع القبعه لمخطط احمال النادي الاهلي ولمحمد يوسف في هذا اللقاء اللي الكل كان يتوقع ان شباب المقاولون في الشوط الثاني باللياقه البدنيه هتبقى اكتر، انما واضح تماما الاصابات كتيره في المقاولين والاجهاد كتير في المقاولين، وواضح على مجلس اداره نادي المقاولين عدم الرضا، وطالع تيجاني وهينزل شكله كده هينزل. تيجاني وهنستأنف باسقاط، ومحمد فاروق مستنيهم لما يطلعوا بره الملعب، وعمل اسقاط ياخدها حسام عاشور تنزل لعبد الله سعيد، حصار للنادي الاهلي للمقاولين العرب ودفاع من المقاولين العرب وسوء حظ لكره لرؤوف، والعارضه تصد له كوره في توقيت يعني مش هو بالنسبه لرؤوف اللي كان يعني الناس كلها عاوزه ان هو يكون في الصوره، انما سيد حمدي ده نزل لكن لغايه دلوقتي نزل بس، تتلعب الكره وتخبط وتتحول ضربه ركنيه، هل طلع بيها؟ طلع بيها واحمد فتحي وضربه ركنيه، مين هيطلع وطلعه تانية؟ انما
هم اللي طلعوها. واستاذ حمدي يقول والله ما انا طب قول انت على اساس بس يقول لك طب ماشي بتشترك اهو. هنشوفها مره ثانيه مين اللي طالع. اللي طالع هم باين. وضربه مرمى للمقاولين العرب. ضربه مرمى للمقاولين العرب والمباراه على صفيح ساخن و33 دقيقه من زمن الشوط الثاني والتعادل بدون اهداف. والاهلي بيحاول ولكن ما عندوش اللي يترجم المحاوله الى اهداف. هل عبد الله السعيد يفكر في تصويبه ولا المقاولين يفكر في خطفه؟ ادي فاروق، ادي فاروق يلعبها على طول العرض. مفيش سالم ما راحش، تروح لشريف اكرامي. عاشور موسى يدان المتنفس ليهم بيروح ويستلم ويسلم، ويعني ده واجب جديد. ما ممكن انا استغل مهاره لعيبه في حاجه تانية، ان انا ما عنديش لعيبه كتير بيستلم ويسلم كويس، اخليه هو اللي يستلم ويبقى متنفس كده. بصوا حضراتكم بيطلع الكوره صح، ما عنديش اللي يطلع الكوره صح، ما عنديش اللي يعمل كنترول، اجيب الولد ده وادي له مهمه جديده، دي حاجه كويسه. وتروح الكوره لشديد قناوي، وانما المره اللي بتاعت الرجاء كان ايه زرعينه وناكل وايه قالوا له ما تتحركش. تتلعب الكوره وتنزل عن احمد فتحي جنبه رامي، يلم رامي ويرجعها لمين؟ يرجعها لحدود المنطقه لعبد الله. عبد الله نفسه في كوره هنا، انما هم مقفلين كويس قوي المقاولين العرب. وتروح على طول لاحمد فتحي في الشوط الثاني، لاعب كويس قوي في الطرف اليمين. ومحاولات اختراق من النادي الاهلي ودفاع منطقه من المقاولين العرب، وتنزل الكوره لشديد شديد على طول لحسام عاشور، وتمريره حلوه قوي لسيد حمدي، انما الكره هي اللي جرجرته مش هو اللي راح بيها. ولو استلمها وراح كان خلاص خده في ظهره اللي يكلمه بنالتي، وتطلع الكوره بره الملعب قوي. واقفه للعقباوي محمد العقباوي الرجل الاخضر، واقف مش عاجبه ان يعني ايه او متوتر. ده على فكره حراس مرمى كويسين قوي اللي ما لهمش حظ مع المنتخبات. تتلعب الكوره عند موسى يدان، وموسى يدان تنزل عند عبد الله. الاهلي مسيطر يا رجاله، لكن سيطره بلا خطوره. والمقاولين دفاع منطقه قوي جدا. هل المباراه هتنتهي بالتعادل ولا الاهلي يستغل فرصه؟ ادي كوره عرضيه وموسى ما عندوش وسط لسه، تعلى الكوره وبمبدا السلامه يطلعها محمود عزت ضربه ركنيه. الاهلي انا بقول واحنا في الدقيقه 35 لو استمر على كده يبقى اقدر اقول على اعتاب الهدف الاول في اللقاء. ضربه ركنيه ومحمد فتحي واحمد فتحي والعرضيه، انما يطلع موسى يدان وتنزل عند تروح الكره لموسى يدان. وعاوز شويه سرعه، واحد يقول لي الاهلي عاوز ايه، اقول له عاوز شويه سرعه، انما التمرير ده بالتليفون كده والتانيين مترصصين كده، طب ما خلاص العب كده للصبح. فالاهلي عاوز سرعه وهاتوا خد وانطلاقات، وهنشوف ايه اللي هيعمله النادي. ايوه موسى يلم ويلعبها على طول في نص الملعب هناك عند عبد الله. عبد الله ما يوصلهاش، يقطعها علي فتحي، انما فيها كوره هل يلمسني؟ لا. اوه ده رؤوف بقى النادي الاهلي وفرصه ثانيه، ورؤوف لسه نحسم لازمه. انما النهارده نقدر نقول ان النادي الاهلي اشترى لاعب اسمه احمد رؤوف بتاع انبي بتاع زمان، عمل كورتين حلوين دي والكره اللي في العارضه. ونقدر نقول له حظك وحش 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 للصبح، وعملها صح قوي دي، واللي قبليها كان صح قوي دي. وبدا الولد ينطق اهو، وتطلع كوره ضربه مرمى للمقاولين العرب. ودبدبه من علي ماهر وسيد عبد الحفيظ وطارق مان، ومفيش شعر يا محمد يوسف ما تشدش. وتيجاني اعتقد مش هيكمل، ومش هيكمل. وعندهم هم غيروا تغييرين، نزل سالم ونزل زهران. هنشوف بقى في شعيشع ولا هنشوف مين. في عماد عثمان ممكن ينزل مدافع، بيقول لي هناك كنترول لغايه لما يتعالج تيجاني. عاوز اقول للمهندس بسرعه كده، مهندس خالد وزير الشباب والرياضه، أين مراكز الشباب بتاعت أسوان في الأحداث اللي احنا فيها؟ لو ما كانش مراكز الشباب دي تعمل ندوات وتلم الناس وتروح سيادتك والكلام من ده، أمال هي لازمتها إيه مراكز الشباب؟ لأن هي جامعة قبيلتين وجامعة الناس كلها، ولازم يبقى ليها دور دلوقتي بعد الحكومة ما دخلت والشيخ الأزهر والمهندس محلي. بيبقى عليك أنت دور كمان إنك توصل أسوان، وإنك أنت مراكز الشباب بتاعتك إن هي تعمل عليهم.
النتيجة واضحة رغم انها مش ما تضرش قوي الاهلي في المربع الذهبي وعنده مباراة مع سموحة متأجلة، ولكن النادي الاهلي عاوز متعود على المكسب على طول. مش سامع بدوي سعد بيغششني حاجة هقولها لكم. اللي نازل دلوقتي طلع موسى يدان، نزل بس اسمه كاس قوي، عمر بسام ده بيلعب ايه ده؟ ده اخو عمر بسام حارس مرمى طلاع الجيش اللي كان كل شويه يقع على الارض وعمل مشكله، محمد بسام، عمر اخو محمد. نزل عمر بسام والنادي الاهلي بيعطي فرص للناشئين، وفرصه الناشئين في الايام دي مش هيلاقوها تاني. عمر جمال ثبت اقدامه وهنشوف عمر بسام جسمه كويس، وهنشوف واحد يقول لي هو بالجسم عم موسى يدان اهو شبرين انما بيهد الدنيا. الاهلي والدقيقه 39 والاجاده في الشوط الثاني والحظ العسر لرؤوف في كورتين والمقاولين راضي كده بالتعادل، والاهلي بيحاول وعاشور يلعب الكوره لعبد الله، وعبد الله عاوز ياخدها مره ثانيه من بسام، وبسام يشوط ويمسكها على طول حسن شاهين. احرج 6 دقائق غير الوقت البدل الضائع لكلا الفرقتين. المقاولين يقول انا ما اتغلبش يمكن اخطف، والاهلي يقول لا انا الماتش بتاعي، وسير المباراه بيقول كده. بس الكوره جوان، تتلعب الكوره وهجمه للمقاولين تتلعب وتبقى رميه تماس لنادي المقاولين العرب. 40 دقيقه من زمن الشوط الثاني والتعادل لازال بدون اهداف، وباسم علي ورمي التماس تتلعب على طول وتروح لفاروق وضربه مرمى للنادي المقاولين للنادي الاهلي. شديد عمل ماتش شديد الصراحه، يعني ده فضل اللي كان في الكره اللي فاتت دي، وضربة مرمى للنادي الاهلي. تتلعب الكورة وتنزل للمقاولين وهجمة من الطرف الشمال هناك تروح عند سالم يلم ويرجع ويبص، انما الكورة تخطت خط المرمى. النهارده مدير ادارة الانتاج ابراهيم علي، مدير الانتاج محمد عطية، ومعاه عصام عصران ومحمد فهمي ومحمد وجيه، ورئيس تحريضنا وليد عبد السلام. وهجمه لنادي الاهلي تطول منه الكوره وياخدها المقاولين. هنا بقى لازم كل مدرب يقوم. واحد يقول لي يقوم ليه؟ اخطر لحظات المباراه دلوقتي. لازم كل مدرب يستشعر الخطر ويقوم يسد ثغراته سواء في الدفاع او في الناحيه الهجوميه، على اساس ان الهدف اللي هيجي صعب تعويضه. النهارده صعب تعويض الهدف اللي هيجي، وهجمه للنادي الاهلي ورامي يلعب على طول ياخدها مره ثانيه، يوه هدف. يا سلام يا رامي، يا سلام يا رامي. لسه بقول لكم الهدف اللي يجي ما يتعوضش، وهات وخد، ورامي يلعبها وبالاحضان يا يوسف ويا علي ماهر. وهدف جميل جميل جميل، يعني هدف حلو قوي قوي قوي. يقوده رامي ربيعه، بص الكوره، يمشي رامي، يمشي رامي ويلعبها رامي وياخدها من السيد حمدي، هات وخد اللي هيصلحها. الله الله الله، حته من بتوع الخطيب اللي ما يهنيش المدافع عليها. بص حضراتكم واحده والثانيه هوب وهوب، وهدف لا يصد ولا يرد، يعني لرامي ربيعه. رامي ربيعه يترجم النادي الاهلي، يعني سيطرته على مدى الشوط الاول والشوط الثاني، ويبتسم يعني في الدقيقه تقريبا 42. مش الحظ، لان النادي الاهلي اعتقد ان النتيجه بتاعته النهارده هو يستحق الثلاث نقاط. لسه المباراه ما خلصتش يا رجاله. 1-0 للنادي الاهلي بعد مناورات وبعد محاولات وبعد وبعد وبعد. يعني رامي ربيعه يترجم سيطره النادي الاهلي في الدقيقه 42 من زمن الشوط الثاني. النادي الاهلي 1 والمقاولين لا شيء. تتلعب الكورة وضربة رأس كده، إنما سيد حمدي ريح حاله حلو قوي، لازم نديله حقه. ورامي ربيعة ما كدبش خبر، ده تغيير طبعا. إيه علي عفيفي
هيطلع محمد فاروق وينزل علي عفيف. عاوز اقول حاجه بس ايه، من كتر ما منه من الاولاد الصغيره دي اللي هيلعب كويس هنوديه يحترف، كل واحد عاوز يحترف ويلعب لوحده. كانت النتيجه ان مقاولين العرب الاداء الجماعي بتاع الاولاد راح، كل واحد بقى عاوز يروح مع محمد صلاح والنني، ودي كانت خطا من الاداره ان هم يعني يمنوهم بان هم هيسيبوهم، فكل واحد عاوز يطلع اللي في جعبته، طلعت شويه والجعبه خلصت. انما برضو لازم نقول ان مقاولين العرب فرقه شابه ليها مستقبل كويس، ورضوان عامل مباراه كويسه بس بلا انياب، وفي حاجه غلط في المقاولين العرب اللي بدا بدايه قويه جدا انما ما نعرفش ايه اللي حصل له. ادي علي عفيفي بيرميه بقى في دي 44، يبقى علي عفيفي ومحمد فضل وسالم الثلاثه دول لازم محمد يوسف يقوم وينبه، يعني ارجع قفل والا الكوره جوان، واحنا في 44 وواحد الاهلي لشيء المقاولين بهدف لرامي ربيعه حلو قوي من تمريره من السيد حمدي في الدقيقه 42. تتلعب الكوره، نرفع القبعه النهارده لمحمد يوسف ونرفع له بشده صراحه، ونرفع قبعه للاعيبه نادي الاهلي اللي هم خيبوا ظن الناس كلها ان شباب المقاولين بصغر السن واللياقه هيتعب النادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده هو اللي اتعب وسيطر على المقاولين العرب واحرز هدف وضاعت منه اهداف وسبع دقائق وقت بدل ضائع اعلن عنهم الحكم الدولي محمد فاروق. اذا رضوان ردت فيه الروح مره تانية، وسبع دقائق كتيره كتيره كتيره، اي فرقه تظبط نفسها ممكن. هنشوف الاهلي يظبط بهدف تاني ولا المقاولين يتعادل، كل حاجه ممكن. علي فتحي وضربه حره مباشره للنادي الاهلي وبيشوت كويس الراجل ده، هل هيرفع ولا هيشوت؟ شكله كده هيرفعها، وضربه حره مباشره للمقاولين العرب، ضربه حره مباشره للمقاولين العرب وعلي فتحي، وتنبيه كده من محمد فاروق بيلتقط انفاسه زي ما بقول لحضراتكم، ماتش رايح جاي رايح جاي، وادي اهو يعني اهو بينبهوا على لاعبتهم وتتلعب الكره. انما اكرامي يطلع اكرامي ويمسك. بنلعب في الدقيقه الاولى من الوقت البدل الضائع، وبقول للناس اللي كانت في البلكونات خشوا، من الاهلي جاب جون وبس، عندكم سبع دقايق وقت بدل ضائع وممكن يبقى هدف تاني. انما برافو حسن شاهين يمسكها. الخوف على النادي الاهلي دلوقتي انه يفتح، والفتح هنا مضر، وهنشوف. ادي رامي اللي نفسه اتفتحت وتتلعب الكوره وترجع بره الملعب، رمي التماس لنادي الاهلي. رامي ربيع من احلى مبارياته على فكره، ولياقته بدنيه كويسه، لازم ندي مانجا برده شيء من ان هو برده ظبط الايقاع في الشوط الاول، ومحمد يوسف استفاد بامكانيات احمد فتحي في الشوط الثاني، وموسى يدان وايضا ملك خط النص حسام عاشور دفاعيا فقط، لعيب 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 في الحته دي حافظها. وبعدين رؤوف حظه وحش، سيد حمدي يعني اخيرا مرر تمريره لرامي ربيعه جاب منها هدف جميل جدا جدا. نقدر نقول ان سعد سمير النهارده يعني كويس، وائل جمعه نزل عطى نوع من القوه، شريف اكرامي شال كوره جميله لا تصد ولا ترد في الشوط الاول من علي فتحي، كان ممكن تغير المباراه. انما مجمل المباراه الاهلي يستحق الثلاث نقاط حتى الان، متقدم بهدف واداؤه يستحقه حتى الان. ما تعرفش ايه اللي هيحصل واحنا بنلعب في الدقيقه الثانيه من الوقت البدل الضائع اللي مدته سبع دقائق. المقاولين ملوش اي فكره على الارض، ملوش اي كنترول على الارض، اهتم بالناحيه الدفاعيه، الاهلي خده وراح بيه على مرماه، الاهلي عمل زي ما هو عاوز في هذا اللقاء ونجح انه يخلي المقاولين العرب يقوم بواجب دفاعي فقط، ومفيش اي حاجه غير واجب دفاعي. ادي عبد الله وادي شديد داوي اللي عامل ماتش هايل، عبد الله بيحرجم ويلعب الكوره ورا عند على طول حسام عاشور، حسام عاشور لسعد عامل ماتش كويس، سعد تنزل الكره وتروح الحته المحببه في الشوط الثاني اللي اشتغلت كويس عند رامي من بسام، وتنزل الكره هناك ناحيه اليمين ياخدها تيجانا، بسام بالعرض الله عزه تقطع يلا جون الهدف الثالث، لا لا لا، انما عاوز يعمل عنده انكار ذات، ضيع فرصه هدف، وائل جمعه بخناقه ياخدها وتنزل الكره على طول لشديد، لعيب هايل النهارده شديد، شديد بيبص فين مين مستني يلعب على طول هنا ويغمس عشان ياخدها مره ثانيه، لا لا لا، وضربه مرمى للمقاولين العرب. النور ولع عندي والكابتن شوبير حضر
وراه هيئه المحللين لسه ما جوش، يبدو ان هم مش عاوزين يمشوا قبل 5 دقايق دي عشان يشوفوا فيه ايه. مباراه تشاهد فعلا حتى اللحظات الاخيره، وتنزل الكوره عند سعد سمير، وسعد سمير يلعبها في الجبهه اليمين اللي اشتغلت في الشوط الثاني حلو قوي، رامي ربيعه واحمد فتحي، وهاتوا خد مع بسام اللي نزل جسمه حلو الولد وعنده ثقه، يلم بسام يلم، ده قاعد ليه بره معرفش، بتشتروا عليه لعيبه ليه معرفش، جسمه حلو وماشي المباراه تجيبه، وتنزل الكوره وفاول على حسام عاشور، بيفرمل بفاولات يعني ايه في لحظات هي اهو. بص حضراتكم بص اهو، بس طبعا لما بيلعب في اوروبا بيطرد بدري بدري، تتلعب كوره او في افريقيا. ضربه حره مباشره وانذار لمين؟ لمين الانذار؟ لمين الانذار؟ لاحمد رؤوف باين. لاحمد رؤوف، احمد رؤوف النهارده يعني نقدر نقول انه يعني يقدر نطق النهارده مع الاهلي، وكان سائل حظ جدا جدا احمد رؤوف في هذا اللقاء. بنلعب في الدقيقه الرابعه من في الدقيقه الخامسه من الوقت البدل الضائع لمدته 7 دقائق، واحد الاهلي رامي ربيعه في الدقيقه 42، وضربه حره مباشره وزهران، زهران يلف الكوره في منتهى الخطوره، انما في رايه وفي صفاره، وضربه حره غير مباشره للنادي الاهلي. هنشوفها فعلا طالع بكتفه وصح جدا، وضربه حره غير مباشره للنادي الاهلي. ادي بيحرجم عاوز يلم، انما لعبه وحش قوي تجاني طلعها، دي كوره معاده، كوره معاده، وعاوز الكوره دي كلها معاده. الاهلي على اعتاب الرقم 29 ليصل الى سموحه اخيرا. من كان يصدق بعد 4 هزايم للنادي الاهلي ان يصل النادي الاهلي مع البناط مع نادي سموحه الى 29 نقطه، ومن يصدق ان سموحه تفقد 6 نقاط مع الانتاج والجونه؟ هي الكره كده، والنادي الاهلي هيقبض على المقدمه. وانا دايما بقول ان النادي الاهلي زي اللي بيلعب طاوله، في لعيب طاوله لما يمسك قشاط ما يسيبوش، النادي الاهلي لما بيمسك الاول ما بينزلش. النادي الاهلي على اعتاب الاول لانه طبعا جايب جوان اكتر وعليه جوان اقل من سموحه، فلو تساوى معاه في النقاط هيبقى هو الاول على المجموعه الاولى. انذار لوائل جمعه، انذار لوائل جمعه، وضربه حره تقريبا غير مباشره ليه على محمد سالم. وهنشوف بنلعب في الدقيقه 6 من الوقت البدل الضائع، وضربه حره مباشره، والمباراه على صفيح ساخن، على صفيح ساخن، وبرده علي فتحي، وضربه حره مباشره للنادي المقاولين العرب. علي فتحي وضربه حره مباشره، والدقيقه 7 من الوقت البدل الضائع اللي مدته 7 دقائق، وعلي فتحي وصفاره وضربه حره غير مباشره، وتلف الكوره ويسيبها اكرامي، وضربه مرمى للنادي الاهلي. ضربه مرمى للنادي الاهلي. الزمالك عنده مباراه مع المنيا يوم الخميس القادم، مباراه للزمالك يوم الخميس القادم. المنيا 9 نقاط والزمالك، وانذار ليه يعني لفضل تقريبا، انذار لمحمد فضل بيتكلم معاه. و الزمالك طبعا ماسك المركز الثالث، عنده 22 نقطة من 13 مباراة، لسه عنده مباراة مع الإسماعيلي. الدوري حلو يا جماعة والله، الدوري ده ناقص له جمهور، بس الجمهور مش عاوز يلتزم، ويقول لك مش عاوز الشرطة. لا، الشرطة هتيجي غصب عنك، لأن ده في كل الدنيا الشرطة هي اللي بتيجي وهي اللي بتحمي، مش أنت اللي تقول الشرطة لا أو حاجات غريبة غريبة غريبة. تتلعب الكورة عالية وزقة كده وصفارة كده، وهنشوف يعني راية وصفار الراجل ده ايه بيتلصص، هنشوف. بس هي صح الصراحه، يعني هاني عبد الفتاح ولا احمد ابو العيله هو ايه اللي قدامنا ده؟ يعني قولوا لنا مين، احمد ولا هاني اللي رفع الرايه دي؟ هو اللي ماسك في روضه المقاولين، بس قراراته صح. بنلعب في الدقيقه 8 من الوقت البدل الضائع، واعتقد ان محمد فاروق بعد الكوره دي ما عاوز يطلع، يقول لك عاوز اروح، والاهلي اهو ضربة حرة غير مباشرة، وصفر الراجل، عاوز يروح وهيروح سليم، ويفوز النادي الاهلي وعن جدارة في هذا اللقاء
بالثلاث نقاط عن جدارة بهدف جميل لرامي ربيعة أحرزه في الدقيقة 42، يرتفع رصيد الأهلي إلى 29 نقطة ويتصدر المجموعة الأولى لأول مرة بعد الأسبوع رقم 17، ويتوقف رصيد المقاولين إلى 23 نقطة ويبتعد كثيرا أعتقد عن مربع الذهبي إن لم يكن الأمور تتعدل مرة تانية بالنسبة له. أعزائي مشاهدي قناة سي بي سي 2، كان معكم معلق رياضي محمود بكر، وأترككم لاستوديو التحليلي بقيادة الكابتن أحمد شوبير وهيئة محللي سي بي سي 2 الناقد الرياضي حسن مسكاوي والكابتن أيمن يونس. فإلى هناك.